مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. نورنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي لنجومك الكبار كابتن علاء مهوب وكابتن عادل عبد الرحمن وكابتن بلال وكابتن اسامه حسني. كابتن ناصر مبروك النادي الاهلي وهارد لك لنادي المقاولين، وان شاء الله يا كابتن ايمن نبارك النادي الاهلي ان شاء الله يوم يا رب السبت باذن الله. النهارده دايما بنقول المباراه صعبه ولا متوسطه ولا سهله. كابتن بلال، دايما المقيم لما بيجي يقيم اداء الحكم شوف درجه صعوبه المباراه، هل هي صعبه؟ هل هي متوسطه الصعوبه؟ هل هي سهله؟ النهارده المباراه النهارده كانت صعبه جدا جدا، عندنا اختبارات داخل مناطق الجزاء، عندنا الحلف النهارده متواجد في اكتر من لقطه يا كابتن اسامه، عندنا الحلف ايضا راجع بعد عوده كان اخر مباراه ادارها للنادي الاهلي كانت الجوله السادسه، كانت ما بين النادي الاهلي والنادي المحله، تقريبا بقاله 50 يوم ما لعبش للنادي الاهلي. لكن النهارده بنتكلم على الحلف النهارده يتميز بامور، يمكن كابتن اسامه احنا كنا بنتكلم في الجزء دوت كابتن اسامه ان هو حكم هادي يا كابتن بلال، هادي يعني مش متوتر. لما المباراه بتبقى عاليه قوي قوي هو بيبتدي يهدي المباراه، ما بيبقاش هو سبب في ان هي المباراه تعلى منه. عنده جزء مهم جدا وانا بقوله له يا حنفي النهارده، انت تحمل عام عندك كويس جدا، ولكن في السرعه القصوى لابد انك انت تنمي او تطور من ادائك في السرعه القصوى دي، مهمه قوي قوي المباراه. هنشوف طاقم التحكيم النهارده كان محمد الحنفي، عندنا منطقه القاهره احمد صلاح حكم النهارده متميز مع احمد رشدي من الوادي الجديد، الحكم الرابع كان احمد حمدي، وكان على الفار محمد الصباحي و محمد عزاز. اول حاله وحاله مهمه جدا جدا وهنحللها كابتن ايمن، ونشوف هنا الحكم هنا نشوف اولا هو جاي، واول المخالفه هو خد القرار يا كابتن اسامه كابتن علاء. هنشوف الاول اللعبه ونشوف الاول هل هناك مخالفه ولا ما فيش، وبعدين هنبتدي نحلل اللعبه مع بعض واحده واحده. عشان البعض بيتكلم في الحاله بيقول لك اصل في تلامس بسيط او في لمس بسيط، لا هنتكلم هنا يا كابتن اسامه في حاجه مهمه جدا. نمره واحد، انا بروح بس لللايف كابتن سمير بعد اذنك، بعد اذنك قبل ما اجي بس اللقطه ديت. هنا الحنفي تواجد سليم جدا جدا قريب من الحاله، ونشوف هنا المخالفه من لاعب نادي المقاولين، والاعاقه بالايد واضحه جدا جدا، وهو ليه هقف هنا بس، هقف هرجع تاني يا سمير معلش، بس هنا كابتن المدافع وقف مكانه كابتن علاء. هناك فرق بين اسامه حسني رايح كمهاجم وعلاء مهوب كمدافع، والاثنين رايحين على الكوره ويحصل تلامس ما بين الاثنين، ولكن هنا علاء وقف ما عندوش اي امكانيه يلعب غير ان هو يعمل ايه يا كابتن اسامه؟ ان هو يعمل اقاب بايديه، انما لو الاثنين جريوا مع بعض على الكوره كابتن علاء وحصل فيه بالايد دي وكده بنقول ايه؟ يستمر اللعب. ولكن هنا المدافع الربكه بتاعته راحت موقفته، هنا طاهر راح خلاص عدى، اذا هنا الايد اهي الشمال صح، ما عندوش اي فرصه يا اسامه في التنافس غير ان هو يعوق بايديه. ركله جزاء سهله 100%، حتى ما كانش فيها تردد واضحه لا خالص كابتن، ركله جزاء سهله لان القرار ايه؟ قرار ما فيش فيه تردد، قرار في محله. كمان الفار النهارده محمد الصباحي اكد على قرار محمد الحنفي، وركله جزاء صحيحه 100% نتيجه تركيز الحكم، تمركز الحكم، كمان هنا المدافع ما كانش عنده اي فرصه للتنافس غير ان هو يلعب بايديه، ودي الحاله اللي هي كانت اولى معانا كابتن، فار اكد على قرار والقرار كان قرار صحيح بنسبه 100%.